بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلك القطيع قد يقول له قائد وحادي ولكن إلى نيران الجحيم. حالة فرعون مع قومه يخدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد المولود. انظر، هلك القوم على شاكلتي، على استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وربنا تباركت على ضرب المثل: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. هذا مثل قطيع وسلب وطول غرب خارج السلب وتقول القطيع واحنا هنسق صوت القطيع. ده انقى بنفسك في موطن كهذا، الحاصل ان وانظر فرعون قال لقومه: ما علمت لكم من اله غيري، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت؟ قال: ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل رؤول. بعد اقول بعيد كان سفيه مصطلح العصر، تقول راجل سفيه انت، وما امر فرعون برسول؟ بني ادم زي كده في عقل، وده نفس الشاكله تجدها بعد كده اتكررت الفراعين كتير قوي. طابور طويل. ما انا بقول لك حتى الحكام بتوعنا دول والله كل ما تامل اقول سبحان الله، بس المشكله في ان هم على شاكلتنا ونحن على شاكلتهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. كل ما اتذكر انا حقيقه واحد زي القذافي، طول ده بني ادم، هو ده عنده قدر من الفهم حتى؟ ما مشكله والله، ازاي الحاكم؟ ولما تقول حاكم، حاكم سنه، اديله سنه في البطل والضلال والناس ما تعتمدش، اديله سنه يحكم 42 سنه، ده ايه المصيبه دي؟ هات مبارك، هات تقعد تتامل، مش بشر، مفيش قدر من العقل، مش الذكاء يعني والفطنه وحتى النبأ، لا نبأ ولا ذكاء ولا فطنه. ازاي يحكم 30 سنه او اكثر من 30 سنه وتبص تلاقي فعلا الناس اتغيرت؟ الناس ايش بقى رقاص كبير ومبدع ملحد كبير وامثالك بقى هيضعوهم في غلاهب السجون. نغمة نشاز والبلد، كل البلد تبص عليها. ده فعلا، ما انتوا اصل احنا بننسى كتير. في وقت من الاوقات كانوا يقول لك ما يطلبوا المستمعون في الراديو، ما كانش فيها الا الراديو، لا تلفزيون ولا غير تلفزيون. التلفزيون دخل في اواسط الستينيات، فيقول لك ما يطلبوا المستمعون، والبنت تقف على الناصيه، انت واخد بالك، تقف على الناصيه وبعد ما تعمل الحديث الاذاعي الطريف اللي الناس كلها هتنتظره تقول له: تسمع اغنيه ايه؟ تسمع اغنيه ايه؟ البعض مثلا تقول طيب ومتحرك وكل ام كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب فيتحرك، يقول لها انا مش عارف وما بسمعش، تقول له طب انا هختار لك اغنيه. يا دي المصيبه عليكم، ايه ده يا راجل ده؟ اي والله. وكان في برامج كتيره منها الغلط فين؟ الغلط فين دول هيسمعوه الاغنيه ويخلوا بكلمه، واللي يعرف مكان الاخلال اديله جايزه. أمة اتدربت على الدمار، على الدمار. تعالى بقى أنت هتقول الغنى لأ، يقول لك أنت راجل شاس، أنت راجل شاس، إحنا هنعمل استطلاع رأي وهيثبت شذوذك. فعلا هيعمل استطلاع رأي وهيثبت إن أنت راجل شاس. انتبه، هيطلع إن كل الشعب عايز الأغنية. افهم اللغز. دربوا الناس يوم بعد يوم زي النقطة اللي بتنزل على دماغ الأقرع، تقوره، تعمل له تربانة، وهي نقطة مية بس هيتن عقله، منتظر النقطة هتنزل دلوقتي، النقطة نازلة كمان شوية، خلاص هيحصل له تربانة في مخه، وهي نقطة. ويقول لك ما عذبناهوش،
ده احنا كنا بننزل نقطة مية على دماغه بس، بتنزل نقطة مية على دماغه مشاكل. فدربوا الأمة بوسائل وبصور كتيرة جدا. كان ممكن يجيبوا المأذون، والمأذون ده دايما يجيبوه في الأفلام وفي قصص الزواج، وحاجة استوانة مكسورة. الحمد لله رب العالمين ولا الضالين وآمين. ايه ولا الضالين آمين دي يا أخوي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ الحمد لله رب العالمين ولا الضالين آمين، هو دي الفاتحة اللي حيقراها المأذون. والمأذون لازم في هيئة عمال يبص للستات انت واخد بالك، فأسقطوا قيم كتيرة. انت بعد كده بقيت إرهابي، لازم تطلع إرهابي. ان صليت وصمت تبقى إرهابي. كان في وقت حتى ايام البعض في اصل صغير في السن بس مش اكتر، مش قلة معرفة، كانوا بيتابعوا حتى في وحدات الجيش صنفين ملهمش تالت. اللي بيصلي ما كانش لسه فيه لحية ولا غير لحية، اللي بيصلي واللي هو شيوعي، دول فئتين اللي هتبقى المتابعة الأمنية الدقيقة. ده بيصلي، طب انت، طب وبعدين اعتبرني جبان، لما اعرف ان انت هتتابعني كده حخاف، يبقى مش هصلي، او لو تجاسرت اكتر هصلي لما ارجع البيت مثلا اخطف الخمس صلوات مع بعض. وده اللي كان امة اتدربت، بقول لك على الدمار على الهلاك. فالحاصل ان فرعون وفرعون سيرة اتكررت، مش فرعون وانتهى امره زي صور الجاهليه، صور بتكرر، تبرج الجاهليه، حميه الجاهليه، ظن الجاهليه، حكم الجاهليه، ما كانتش حقبه وانتهت ولا غير راجعه، لا بس ممكن تكرر هنا او هناك بنفس الصور والاشكال. فالواجب ان احنا نكون على حذر، وبالتالي اعمل زي صاحب ياسين، ام هالكه وحتهلك بعد ما صرع طول راجل واحد. ما هو ربنا ما حكيناش الا قصه صاحب ياسين ده. طب واللي بقيه القوم حتى ما حكيناش ان هو استجاب له حد، ما استجابلوش حد. وانا ضربت لك ده، انا مره كنا ساكنين في كليوباترا دي، بصلي في مسجد التوحيد في ميدان كليوباترا موجود عند محطه الترام، وانا خارج من المسجد بعد صلاه الظهر لقيت راجل واقف ملتحي وعمال بيردد ايات واحاديث. قلت اما اشوفه هيقول ايه، وما شوف الناس وقع الكلام على نفوسهم شكله، ما لازم تحلل، شوف كتير واسمع كتير، بس خلي فيه وقفات كده تحليلية، خلي فيه خلاصة، ما تتهش مع التفاصيل، وفلان قاله وفلان عاد والمنظر كان جميل، لا حاول تاخد درس. فوقفت انا بالقرب منه علشان اشوف رد الفعل شكله ايه، وتذكرت والله قصة صاحب ياسين. انا تذكرت الراجل طيب ملتحز حالاتنا كده وعمال بيقول ايات واحاديث، ولا الناس تجري كده وتجري كده زي ما يكون مخبول، واللي هيبص له بصت احتقار واشمئز. قلت انا لله وانا اليه راجعون، والله انا لله. ما هو ده مشهد صاحب ياسين ده مش صاحب ياسين ده الجماهير العريضه التفت حواليه كان صح، لا مفيش يا اخويا لا كاريزما ولا جماهيريه، ده راجل مغمور، فالمغمورين عبر العصور وكر الدور ما يسمع لهمش حد، يستلفتوا الانظار يبصوا كده بصه ويطلعوا يجروا. انت واخد بالك؟ واخذوه قتلوه، هانوا على الله. قال وما انزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد. فاستحضر المشهد ده، إن أنت بتقول ده ضلال مبين، حغرت خارج السلم. في يوم من الأيام البعض منا أطلق اللحية، وبعض الأخوات تجلبب، حتى بعض الشيوخ من ذكر أسماء من المشاهير، الزحف الأحمر والزحف والخطر الصليبي، هو ده اللي كان بيقول شفت واحد زي الخيمة، واحدة زي الخيمة، خيمة ايه يا راجل، خيمة ايه يا راجل، قول نقاب، قول زي شرع يا راجل، ده انت راجل شيخ، ده انت راجل مفترض عالم، ليه تسفه امر زي كده؟ كانت غربة شديدة قوي قوي.
أن يطلق لحيته ده تقول زي الغراب لا يبقى. ما أنتوا النهاردة الحمد لله في عافية طبعا عايز تلتحي التحي. لا ده كانت مسألة صعبة عسيرة. تبقى مشبوه كبير قوي، مشبوه كبير قوي، مش ان انت تطلع على منبر وتتكلم وتتكلم في الامريكان واليهود عشان تبقى مشبوه. لا ابدا، ان انت صحبتك بس وبتصلي في المسجد وحاجات وتونس دي نفس المنوال، بس دي تونس دي يعني الضلال فيها استمر الفترة ابعد. يقدر حد يصلي الفجر يبقى مشبوه. الامن يلقطه ان البيت ده منور في صلاة الفجر. الراجل زين العابدين كان عايز يدخلهم المساجد بكروت من مغناطة، كروت من مغناطة عشان يحصرهم تمام. انت واخد بالك؟ ما تدخلش الا المسجد اللي جنبك، لو دخلت تمشي بحجاب هيحبسوها، هيحبسوها لو مشيت بحجاب. تمشي متبرجة مفيش اشكال، هيقولك حرية شخصية، حرية. فضلال مبين الحاصل ان انت تنقى بنفسك غير تخرج السرب فيش اشكال. تقول دي سياسة القطيع كلهم هلكة مثلا او ماشيين مشي منحرف وحنقى بنفسي مطلوب. انما لما تكون الناس على حق او حتى على مسألة اجتهادية، خلي بالك، خد المثال اللي احنا فيه النهاردة. اخواننا في الدعوة قالوا مش هندلي بالرأي إلا بعد إغلاق باب الطعون. إيه رأيك في القضية دي؟ إيه رأيك؟ الناس دي مش فاهمة واقع، مش فاهمة دنيا، مش فاهمة ساعة، مش محبة للخير. قدر، قدر. ناس على خير وعلى هدى وعلى تقى وعلى نور وعلى بصيرة، وبالتالي أنا أمشي معاهم مفيش حركة لو مشيت معاهم. لما تخالفهم خالف على استحياء، ما تقعدش نعوت الذم والتخوين. ولادنا مش فاهمين، ولادنا إيه ده؟ إيه ده؟ فين أدب البيوت حتى؟ دي قضية اجتهادية، قضية اجتهادية. وكون جمع زي كده يقولوا بعد ما يغلق باب الطعون ليه؟ تعالى واسمع الكلمات حتى اللي سامع. انا لسه النهارده كل مش كل ساعه بسمع، ده كل لحظه بسمع. ان في مش عارف مين هيشطب ومين ومين. حتى اللي حدث ده مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ده مش نهايه المطاف. شفت ازاي؟ اركز شويه، اركز شويه، افهم الدنيا. في لجنة الانتخابات الرئاسية دي قولها لا يرد في عرف القانون، هي دي اللي هتقول، مش محكمة إدارية ولا غير إدارية. شفت ازاي؟ اقف على أرضية الواقع، اقف على أرضية الواقع، هي دي. وممكن المستندات تبقى عندها، ما تبقاش عند الإدارية الصغيرة، معلش في التعبير، في القوانين والمحاكم في بسارية وفي حيتان. لجنة العليا دي رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس كذا، رئيس كذا. ولذلك ما تقبلش الطعن خلاص. والمادة 28 تقول فيعرف أرضية الواقع. فلما إخوانك يقولوا لما يتقفل باب الطعون هندلي بالرأي، اعتبره اجتهاد. انت تسرعت، انت ادليت برايك، انت اخطات، انت ترد مساله ثانيه، على الاقل اقدر. وحتى عشان تبقى معاني الاخوه الايمانيه، معاني الادب والاحترام ومعاني ومعاني تبقى، ونظل يد واحده. انما في كل مساله انت اللي تشز فيها. وخدوا بالكم، ما انا كنت بقول بعض منا يقول لك فلان الفلاني ده بيقول لما الدعوة تاخد الرأي يبقى انت شوف ايه اللي هتعمله. يقول لك بيملي علينا، بيفرض علينا رأيه، وانت اللي عايز تفرض رأيك يا اخويا في المقابل. ازاي ده؟ لا شكلا ولا موضوعا، ده لا شكلا ولا موضوعا تبقى مقبولة. ما هذا البعض بيكلمني بيقول لي هو القيادات هي اللي بتدلي برأيها وهي اللي تقود، ولا الاتباع هم اللي بيقودوا؟ حسبة صعبة.
ولكن واقع هتتعامل معاه، واقع صح ولا غلط، واقع هتتعامل معاه. الولد ابنك في البيت هو اللي هيقود البيت ولا انت اللي بتقود البيت؟ ولكن ممكن ولد بلطجي، خدها كده، ولد بلطجي، ولد مفتول العضلات وابوه مشلول. احيانا الدعوات يحصل فيها نفس المنظر، نفس المنظر. تريس، على الاقل قول قضية اجتهادية، قضية اجتهادية. يعني تبقى معاني الاخوة. الامام الشافعي يلتقي بعض مخالفيه ياخذ بيده، قال اما يليق وان اختلفنا ان نبقى اخوانا؟ حتى وان اختلفنا نبقى اخوانا، معاني الادب والاحترام باقيه بينا. انا ما عصيتش عشان تقول لي قطيع وتقول لي سرب. سرب ايه يا ابني وقطيع ايه؟ سرب ايه؟ دي قضيه اجتهاديه. ولو انا مشيت مع اخواني طعم اجتهاد، ليه ممكن اشز وليه تبريرات وتأويلات كتيرة. فحاول تقدر امتى تكون مع القطيع وامتى تخالف القطيع، امتى تكون مع السرب طاير زي العصفور اللي طاير مع السرب، وامتى انت تغرد خارج السرب. لما تلاقي السرب بقى صوفي، بقى شيعي، بقى شيوعي، غرد انت خارج السرب. اخو سيب السرب وامشي بعيد عنه. انت واخد بالك؟ حتى السفينة بتغرق هيبقى موضع اجتهاد، تضرب غطس انت في المحيط ولا تستنى في السفينة. موضع اجتهاد، موضع اجتهاد. فدي مسألة عايز النظر اليها بعين الاعتبار.